من المواضيع المهمة اللي نحكي فيها هي صيام الحامل، المرأة الحامل في رمضان. هلا طبعا إذا أنت بدك تسألي أنا أصوم ولا ما أصوم، بتقدري تسألي دائرة الإفتاء مباشرة، توجهي سؤال لدائرة الإفتاء، وإن شاء الله بكون معنا دائرة الإفتاء خلال مثل ما كانوا معنا مبارح، بكونوا معنا خلال الأيام القادمة. أي سؤال عندكم أرسلونا، إحنا نسأل لدائرة الإفتاء السؤال اللي بتكرر. ولكن من الناحية الصحية والطبية، دائرة الإفتاء غالبا راح تقول لك إذا كان الصيام لا يؤثر عليك ولا يؤثر على الجنين صومي، إذا حسيت أن الصيام بيأثر عليك أو على الجنين ما تصومي. طب مين بيحدد هذا الكلام؟ هو الطبيب، طبيب المعالج، طبيب النسائية أو طبيبة النسائية، غالبا له رأي في هذا الموضوع. يا دكتور أنا وضع الصحي بسمح لي أصوم؟ بيأثر علي؟ بيأثر على الجنين؟ ومع ذلك كثير من السيدات بقول لك لا بدي أصوم. هلا برضو موضوع إذا صمت أنا علي قضاء وما علي قضاء، برضو بتسألي المفتي، لأنه في أنا يعني أنا مش مفتي شرعي، بس برضو مصعب لازم نرتب اتصال مع المفتي. قلنا إنه المرأة الحامل إذا صامت إذا أفطرت بترتب عليها كفارة ولا بدها تقضي الصيام؟ برضو أنا ما بعرف، نسألكم المفتي. ولكن من الناحية الطبية، إن كان المرأة بدها تصوم، شو النصائح، شو الإرشادات عشان الصيام يمشي بخير وهدوء وما يتأثر حملها ولا تأثره لا قدر الله؟ وهل الأشهر الأولى بتختلف عن الأشهر في النص عن الأشهر الأخيرة؟ خلونا نسأل أهل الاختصاص، خلونا نسأل اختصاص التوليد وأمراض النساء والتقنيات المساعدة على الإنجاب الدكتور محمد الزير الذي ينضم إلينا. دكتور الله يسعد أوقاتك يا سيدي. أهلا وسهلا أستاذ طارق، الله يعطيكم العافية دكتور، وكل عام وأنتم بألف خير. وأنتم بصحة وخير دائما. دكتور إذا إجتك سيد الآن حامل في رمضان بدها تصوم، أول نصيحة وأول شيء بتفكر فيه كطبيب نسائية وتوليد شو بتفكر؟ طيب هو الموضوع بسيط لأنه ما فيه كثير تفكير وما فيه كثير تعقيد. الموضوع فيه جانب طبي وجانب شرعي وغالبا ما في خلاف. يعني من الجانب الشرعي هو الصيام يعني بيشترط أنه نعرف أنه فيه جهد وفيه صبر، لازم يعني هو تعب. تمام تمام، لكن ربنا حط هاي المبررات للناس أنه تفطروا عند عدم الاستطاعة. هاي عدم الاستطاعة بنرجع للجانب الطبي ببساطة، عدم الاستطاعة يعني عدم القدرة أنه أنا تعبت سواء كنت حامل اللي هو الجانب اللي بيمنع مباشرة لا ضرر ولا ضرار. أما اللي بدها تفطر للخوف على الجنين تماما لا، بمعنى أنه إذا أنت بدك تتحمل الصيام في حالة الصيام تماما الجنين ما بتأثر. يعني احنا مثلا عندنا كم مدة الصيام؟ 12-13-14 ساعة. يعني بعض السيدات بناموا هاي الفترة، مضبوط ولا لا؟ صح، بناموها تماما. انه اللي الست بتتحمله بتحمله الجنين. اما اذا وصلت لمرحلة من الالم من التعب عدم القدرة مباشرة تفطر بدون ما تفكر. يعني هنا بيضاف الموضوع قدرتها مش بس خوفها على الجنين، فلذلك القدرة مختلفة والقدرة عن قدرتها هي مختلفة والخوف على الجنين مختلف وبحث آخر. تمام. طيب دكتور بشكل عام افرض السيدة جاهدت حالها وقالت لك لا انا بدي اصوم حتى لو تعبت، الجنين بتأثر بالصيام؟ اللي بتحشف اللي بتتحمله الام بتحمله الجنين. يعني احنا كيف بنعرف كثير من الامور؟ التخطيط اللي بنحطه للجنين، تخيل اذا الام بتتعب هو بيتعب، اذا الام بتعصب بترتفع نبضات او دقات القلب. يا الله سبحان الله. هو جزء منها، هو جزء منها. ف هي ما تخاف لا سمح الله انه تخسر حملها من الصيام، هذا مش راح يصير ولا باي شكل من الاشكال. تمام. لكن حال الست الحامل لها متطلبات، لها سوائل، لها تغذيه معينه، اذا وصلت لمرحله دوخه تعب. طبعا احنا بنحكي استاذ طارق عن الحمل السهل، في بعض الحمول المترافقه بامراض مثلا سكر الضغط، يعني مباشره الست ما تفكر لانه لا ضرر ولا ضرار 100%. إذا كان حملها أصلا حمل صعب أو مهدد بالإجهاض أو إلى آخره، أو بتأخذ أدوية معينة مثلا، هاي ما تفكر تفطر بدون ما تفكر خلص تحافظ على حملها، تكتب التعليمات كيف أدويتها بتمشي، أحيانا لها قياسات معينة من الضغط والسكر بدها تحافظ عليها. مرضى الكلى لا سمح الله، مرضى القلب، بتعرف في كثير من الأمور. الأمور جدا بسيطة، جدا جدا بسيطة، اللي بتتحمليه ببساطة. طبعا هو لما وجدت شريعة وفريضة الصيام ما حددت حامل أو غير حامل، الأصل في الحامل أنها تصوم إلا إذا هي ما قدرت. طيب دكتور أنت بالأفضل يعني بالحمل الطبيعي والسهل واللي ما في مشاكل، الأفضل أنه السيدة تصوم ولا تفطر من الناحية الطبية؟ أنا أتحدث نرجع لنفس الجواب،
قدرتي صومي، ما قدرتي افطري. يعني الحمل بحد ذاته مش من مبطلات الصيام، انه انت حامل فبالتالي ما بصير تصوم. هو مش مبطل تماما. يعني الحمل استاذ طارق مش مرض. الحمل هو تغير في الفسيولوجي عند الست، فبالتالي هو مش مرض الا اذا في حالات معينه ما استطاعت تحمل هاي الحاله. وانا بصف الامور سهل. طبعا الثلث الاول، الثلث الثاني، الثلث الثالث ما بيفرق الحمل وتحمل الصيام، بتفرق تحمل السيده. متطلبات الست في حمل عن حمل مختلفه تماما، وما بتقدر تحكي انه في ثلث معين مختلف. مثلا صحيح انه في بدايه الحمل بتكون المتطلبات الغذائيه للست اقل، لكن بتعرف انه معظمهم بيعانوا احيانا من اقياء شديد. هذا ما بتصدق هي تاكل شوي، فهي غير انه بتستفرغ كمان ويمنع عنها السوائل، بالرغم انه حاجه الحمل هنا قليله. بينما في الثلث الثالث اللي هي الفتره الاخيره بتكون هي حاجتها للتغذيه اكثر، فهو موضوع قياس ميزان نفس. طيب دكتور، بدي استثمر وجود حضرتك واسألك سؤال هيك بسريع، ايضا وردنا على البرنامج. المرأة النفاس بتقول لك انا بدي اصوم ولكن انا نفاس وإلي مثلا 10 ايام ما نزل علي دم، فلسه ال 40 يوم ما خلصوا، استنى لما يخلصوا 40 يوم احتمال باي لحظة ينزل علي دم، ولا اذا شعرت انا ان خلص بالنظافة واموري تمام اصوم؟ يعني هل المرأة النفاس لازم تكمل 40 يوم ولا من ناحية طبية اتحدث؟ النفاس طبيا محدد بفترة هي 42 يوم. 42 يوم هي معتبرة ب 42 يوم، اعتقد هون الشرع هو اللي بيسميها اكثر من الطب. لكن اذا سألتني بالطب ما هو النفاس، هو مش الدم، النفاس هو 6 اسابيع، 42 يوم من بعد نزول، او 41 يوم من بعد نزول المشيمة الى 42 يوم. هو تعريف زمني وليس تعريف حالة مرضية او تظاهرات سريرية معينة. اما بالنسبة لموضوع تفطر او تصوم، هذا عند الافتاء الموضوع، عند الافتاء. لكن هل النفاس 42 يوم مش مرتبط بالدم. أيوة وصلت. كل الاحترام دكتور محمد زير، يسعد أوقاتك يا دكتور، شكرا جزيلا. شكرا، كل عام بخير دكتور. شكرا شكرا. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM.